الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحبوا بقناة الأوراس اللي اليوم جات ديال الشغال تاعنا. غلق الأروقة الجزائرية هذا التغلق من طرف السيد مدير التجارة، والأسباب قال غلق تحفظي، لأسباب غلق تحفظي فيها نظافه فيها أمور. هذا هو. شحال عندكم تجاره يعني ملي بديتوا شحال عندكم تجاره هنا وانتم تخدموا هنا؟ يعني نشوف خاوتنا اللي هما شيوخ راهم يخدموا هنا. 22 سنه كان لي راه 22 سنه هنا في البلاد. كيفاش يعني حكينا كيفاش كان يخلص كيفاش كان يتعامل؟ كانوا يكرهوا هذه مؤسسه الهضاب، يكرهوا ليها يكرهوا ليها بشهر وعندهم دايرين معاهم عقود. كان اللي عنده عقود كان اللي ما عندوش. هو كان يدير عقود ومن بعد حبس، ولكن دون ما كان حتى حاجه تثبت باللي رسميه باللي لي بون ولا حاجه باللي رانا نخلصوا، معامله عاديه يعني مده 20 سنه. مده هو 22 سنه. كان اللي مات وكان اللي راحوا وكان اللي اولادهم هنايا. يعني ما هي المطالب تاعكم اليوم؟ مطالبكم من المطالب تاعنا سيد ولي الولايه بارك الله فيه، تمنينا للاسف كون وقف هو في الزياره اللي فات، كون وقف كان هنا وشاف يعني ما يوقعش قيل وقال ومنا يوقف ويشوف راه يشوف بعينه. شوف هي راه مغلوقه في مده 4 أشهر وحنا رانا بطالين، جماعه راه مبطالين. يعني واحد يعني واحد الاخ اتصل بيا وقال لي راه في دين يعني كي كنا خدام. فيما يخص الديون جماعه كاع راه في الديون، لاخاطش عليها كاين معاملات يتعاملوا مع المواله، يجيب يدي واسي ومن بعد يخلص. كاين اللي مشكل للاسف عنده دين مع المواله، وكاين اللي للاسف تسبيق في الكيرة. كاين اللي راه مات 3 أشهر مات 6 أشهر وتغلق مخلص ومغلوق. يعني نشوف ربما يعني اغلب يعني اغلب الساكنه تيتير تيطلقوا عليه هذه الاروقه، يعني هي اروقه الزوالي واش يقولوها يعني رمضان والوجم ولا شي حاجه. احكي لنا هي تاع الزواليه والاسعار في متناول الجميع ومرفقه وتاع الواجبات في الافراح في الاكراه في كل شيء. مساعده الناس وكاينين الناس يتعاملوا معاهم بالكريدي، يروح يكمل الوجبه تاعك يكمل الوجبه تاعك يجي يخلص. شحال كاين من تاجر يعني؟ كاين حوالي 40 تاجر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم نحن التجار رانا في 3 أشهر ونص لا حول لنا لا قوة. يعني هذا السوق جايبين الدين وما دين الدين، كل شيء راح بسبب هذه الأروقة. مسير هذه الأروقة خلصوا فيه رانا مدة 22 عام وخلصوا الأساس من عندنا، الضو من عندنا، الدروسو تاع الموت تاع الضو دايرينها من عندنا، الماء يكثر خير واحد الدوش حذانا رانا نروحوا نجيبوا نسقوا من عندها بان نقوا على ارواحنا كثر خيره. هذا عازروا على حد الاروقه كثر خيره ويخلف عليه، والحمد لله يا ربي جاتنا بدون. قال ما عندهاش فضاء تجاري اخويا كي شاكينا، قال له ما عندهاش فضاء تجاري لازم يعاود فضاء تجاري. احنا ذكرنا في 3 أشهر ونص ولا 4 حبس تايح حبسنا ديرك. هذا مك لمن؟ مك هذه اروقه جزائريه، اروقه جزائريه ما معناها مك للدوله، مك للدوله. احنا ما تهربوش من الدوله، هربوا ليها. قلت لك احنا ما هاربين للدوله، قلت لك هربت عندنا ساهل الحال وندي لكم حل مع الدوله. احنا نحوسوا حل مع الدوله، ما نبقاوش مع هذا المستثمر هذا ولا المسير هذا، نحوسوا على حل بيننا بين الدوله سواء في السوبرفيسيون. يعني شتك تهضر بزاف بور مابلي لو بولوار. ها شوف هنا يتمابلي البولوار كونديرو دي كيوسك كيما قلنا، وتجي يعطي طابع جمالي للطريق وللمدينه، ونقضوا على البطاله ونقضوا على المشكل هذا وربي يسهل الاروقه.
وإلا ما كاش الحل هذا سيد الوالي حنا هنا نجيبوا مشاكل ومعها حلول. احنا إلا ما كاش الحل هذا شوفوا كيف ديروا لنا مع الورقة هذه بينا بين الدولة، بينا بين الدولة اللي دارتها الدولة رانا قابلين نكروا وخلصوا، اللي دارتها الدولة رانا قابلين بها سيد الوالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لذا راك شفت بعينك سيد الوالي رانا بعثنا لك صوت وصورة، راك شفت أمور الله أكرمكم الله، رجع كما كان أكرمكم الله، رجع كما كان للمهمل للجريمة ونستلمتك الصور شخصيا. راك شفتها حنا مبادرة من عندنا، حنا نقيناه حنا واسيناه. أيا لذا هنا نتسائلوا المؤسسة هذه تخلص علينا، راك تشوف الزجاج، راك تشوف مكان بنت ولا مكان لي سانيتير مكان، حنا نطالبوا بشي سيد الوالي، نطالبوا منك ما نكونوا صادقين مع بعضنا، حنا صادقين ما عندنا حتى شي، حنا طالبين حشيشه طالبه معيش، طالبين منك انك تشكل لجنه ولائيه من عندك هي تروح عين المكان وتعاين ودير تقرير، واللي دارتها الدوله رانا قابلين بها، ماناش هاربين من دولتنا، اللي دارتها الدوله رانا قابلينها سيد الوالي. لذا رجاء سيد ولي الولايه انت مشكور استقبلتني وعدتنا ورانا نشوفه في الميدان، الله يبارك الله يعطيك صحتك ان شاء الله والله يحفظك والله يقاويك. انا عارف راه كاين ضغط كاين امور كاين ارتباطات كاين، انا نشوفه بلي ماكش تقعد، ماكش المشاكل راه كثيره الله غالبك ورثت ارث ثقيل على وليتك. حنا الحمد لله والله رانا نفتخروا بك، حنا ما جاناش والي راه عندنا 20 سنه ما جاناش والي مثلك ما شاء الله، الله يبارك انسان عملي في الميدان الله يبارك. حنا ما نكونوا صادقين وهذا من باب الصدق سيد الوالي، ما لقاش ممكن افكار راهي توصلك معلومات توصلك هنا في عين المكان، وابعث لجنه ولائيه من عندك.